السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رسالة عاجلة من صنعاء إلى واشنطن بعد سحبها أيزنهاور، وإلى التفاصيل. أعلنت حكومة صنعاء موقفها من سحب أمريكا حاملة الطائرات أيزنهاور من البحر الأحمر. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة على إكس: سحب أيزنهاور من البحر الأحمر مؤشر جيد، سواء كان ذلك للصيانة أو بقرار نهائي. مضيفا: في كل الأحوال نحث واشنطن ولندن وشركائهما على إنهاء عسكرة البحر فورا وتعديل سلوكهما العدائي تجاه بلادنا اليمن وفلسطين. مؤكدا أن الاستجواء بفارق الإمكانات ممارسة جبانة برزت عبر التاريخ كعلامة فارقة بين القتلة والمقاتلين. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.